لله الصدق. عندنا لما بتتنازل كان ما مش معانا إرادة ولا معانا، وإحنا ادينا إرادتنا لك. أنا أضم صوتي لا صوتش. تمام. طيب. أنت لحظة بكلام مهم. أنت لا درادي مع الأمهات. أنا مع صوتش. أنا مع صوتش مع رأيش. تمام. الطلب الثاني. نسألك بالله وبكتاب الله وبجاه محمد بن عبد الله ألا تتخلى عن الشعب هذا، ونأكد للمشترك الذي قال إنهم دفعوا زلط للذي خرجوا أمس إن الناس خرجوا حبا وطواعية، وما خرجوش الناس كلهم، عاد الناس الباقي في بيوتهم ما قدرش يطلعوا. إحنا نمثل 25 مليون، يكونوا مليون يا فندم في 66 حريقة. إحنا أنا أريد منك الطلب الثاني والمؤكد، أنا أؤكد لهم إن الشعب خرج طواعية وحبا في الوطن ودفاعا عنه ومناصرة لك، لذلك لا تخذل الجماهير. سيادة الرئيس، رب ضارة نافعة، لا تهتز من الذي تنازلوا. حتى علي محسن، علي محسن يمثل شخصه، لا يمثل الجيش، أبناء الجيش الشرفاء، ولا يمثل الوطنيين، ولا يمثل الشعب، يمثل شخصه. لكن وأنا أقولها وقلبي يقطر دم، نحملك أنت المسؤولية لأنك عفيت عنهم، عفيت عنهم، ما حاسبتهمش. استمعت لوساطة الجزيرة قطر، وإحنا كلمنا السفير القطري، أنا من دخل السفير القطري وقلت له لما قال إحنا بنسعى الوساطات، قلت له كانوا وساطاتكم أخرجتوا العملاء والخونة. اسمعني يا سيادة الرئيس، اسمعني. سمع. قلنا للسفير القطري، قلنا أنت السبب في المجزرة الذي حصلت في ساحة الجامعة. القناصات الذي تقنصوا يا سيادة الرئيس كانوا يأتوا مثل الجيش. يا أخي ما لك بتوالى الرئيس حنبي حاجنا، خلنا يسمعنا. القناصة يا سيادة الرئيس كلكم مستشهدوا عليكم في حرب الحوت يا رماشي. 94 ولا لا أن كانوا جاءوا مصلبين الجيش في الرأس وفي الصدر وفي الرقبة، هذا الذي توسطت لهم قطر، وعد قطر بتتوسط لدخول 16,000 سلاح، يعني اغتيالات. اش بتقول؟ قلت هتسلم السلطة إراقة الدماء، اسلمهم عيب على فينا مجازر. هذا لا مجرمين، هذا أعطاء الله، زي ما سلموا صعبة الآن بيفعلوا في صعبة مجازر يا فندم. بالوطنيين والأوفياء، أنت مصير كم معك وطنيين، هيفعلوا فينا، هيفعلوا إبادة، إبادة للشعب. لذلك نحن نحملك المسؤولية. ما هوش الحل في تنازلك للسلطة، الحل في إنك تحاسبهم. هذا لا قتلة، مجرمين، نحاب أراضي، كلهم معروفين يا أخي. من هم؟ حميد الأحمر ولا حسين الأحمر؟ حسين لأنه ما انقلب على المؤتمر لبعض سقوطه في اللجنة العامة، وأنتوا عارفين حميد الأحمر، أنتوا عارفين إيش هو، أكبر مجرم قاتل قتل الجيش. تذكروا قتل العسكري في 93؟ ليش ما طالبتوا بهذا قد يجب على القصاص؟ ليش ما تحاسبوهم؟ الآن الذي بيساقط الوزراء لا تهتزش منهم، هذا الذي كانوا مندسين، كانوا عملاء في 66 حريقة. يا أخي قالوا أنت ما استطعت تبعد الفسادة، لا يسيروا الدائري، يسيروا، وإحنا نزيد ندي الكرة حقهم، يسيروا يهتزموا في 66 حريقة. يا سيادة الرئيس، سمعنا خبر قالوا أنت ما شش تحاسب الفسادة لأنه ما بلا من حاسبته ولا عقلته حمل الدائري، خليهم يسيروا الدائري وإحنا نزيد ندي كراهم. مع السلامة. لا يشرفوا أبناء الوطن، لا يشرفونا. يا سيادة الرئيس، خرجنا نكسكس شعرنا ونحرك ستائرنا، لايش لك؟ لا تخون الشعب، لا تتنازل. أمس لما سمعنا الدعاء يا سيادة الرئيس أصبنا بإحباط، كنا نقول ليش هيفلتنا؟ ما انتش عاد يحكي دمانا لما تفلتنا. لذلك أنت مسؤول. أين وزير الإعلام حسن اللوزي؟ مالك ما يشغل الوزارة؟ أينه؟ حسن اللوزي، مالك يا أخي ما تشغل وزارة الإعلام؟ صح؟ شغلوا الإعلام صح؟ ما انتش عقل كفاءة من سهيل ولا عقل كفاءة من الجزيرة، الرجال موفر لكم كل الإمكانيات، أنتوا اللي وصلتوا. وعلى فكرة الأخوة المشايخ يتنازلوا يسحبوا رعاياهم المقرر بهم، هذا لك الذي في الساحة الجامعة، هم انتخبوكش يا رئيس، هم انتخبوكش، هم الذي انتخبوا ابن شملان، لا يعنوننا. وإذا وجد بينهم شباب مغرر بهم، على الأخوة الوزراء والمشايخ والمحافظين يتنازلوا شوية ويصيروا يشيلوا طلباتهم، لأن السفينة حتغرق بالناس كلهم. وأنا أقول لكم لحظة، إذا سار عليها الطلبة صالح وهم هيبقى فيكم واحد قد مراصد لكم في القائمة السوداء، وحيكونوا يجوا يجفوا بيتكم بكله، اوعوا فوقوا اجمعوا احساسكم، كافي لكم نوم، لا يحسوا راقدين، كافي تقارير وهمية. هذا ايش اقول لك؟ ابد الحين الناس جالسين في بيوتهم، من حق القيادات بيرفعوا نقر تقارير بالشغل بالفعل، انزلوا الميدان حاولوا الشباب، شكل لجنة. انت يا سيادة الرئيس
شكل لجنة أنت، لجنة رجال واعية من المحافظين. بس المحافظين ليش ما ينزلوا للشباب يحاولون يكسرون؟ خلهم يعتصموا، احنا قدينا الفرصة لهم، تزايدوا واحد جنب زايد، وبعدين أطالبك بخصم رواتب الجيش الذي الآن هذا ليش هو بيستلم دولة من الدولة من النظام؟ بيستلم خصم رواتبهم يا أخي، الشعب معك معك، أنت رح مش قلنا مستعد نجينا في حال الجسر، النساء ما عليك منهم، قلنا حنجي ندي أطفالنا ونكون جسر للرئاسة، نتلقى رصاص الخيانة خلينا نتفاجع، ونكون جسر لك ونتحمل الرصاص هنا يا علي عبد الله صالح. لذلك هذا مهم لك أمانة. الموضوع الثاني المدرسين والمعتصمين، وزير التربية والتعليم معك في الجيش، معك موظفين اللي قاعد مشترك موظف من وظيفتين في الجيش وفي المدرسين، ليش ما تخصموا مرتباتهم؟ ما افعلوا لكم لا شيء، مواطن مسكين من حقنا لا حقهم لا حقه، لكن اللي قاعد مشترك ولا حد بيصير حاكم قد يزعل اللي قاعد مشترك وبيزع بنخط من هنا. ليش احنا اقول له يا فندم اقول له اهنتنا تنازلاتك اهنتنا بكيتنا في كل بيت، حرام عليك، اتق الله فينا، اتق الله في الشعب الذي ادى صوته لك، هحاكمهم اضرب بيد من حديد، والله ما انت مسؤول. انا امهات الشهداء انت تعرف منطقة انس اكثر من قدم الشهداء، وكانوا يجوا في حرب صعبة قوافل، ومنهم الشعل الحفظ الله جبهة وغيره، وانت عارف كتائب على ما هي، ما صورناهم شو عرضناهم في الجزيرة، ولا قلنا يا غارته كونوهم، كانوا تدفن الشهيد والناس ساكتين. احنا نطالبك بدم هذا الشهداء، حاكمهم، حاكم عبد الملك الحوثي، حاكم القتلة هذا لا حاكمهم، حاكمهم لحظة، 16 مسدس كان حميد الأحمر ذي بيتغنى بالفقراء وبيتغنى بالمساكين، بدل ما يصير يورد لنا 16,000 مسدس كان عيجي ديال الفقراء والمساكين يعالجوا وضعف اليمن، مش لجل يقتلهم ويصفيهم ويتربع على عرش الوطن بكله، يشغل أراضي مصالح الشيء بسرعة بيوت كلها فاضية له والمصالح له ويقتل الشعب ذيه. ليش هذا الظلم؟ أي سلمية بتحاكوا على سلمية؟ المجزرة هذا أنا حاولت أبلغ قبلها بليلة، هم الشمعوا اللي قاعد المشترك وأرادوا إلقاء الفتنة هذا مجل إثارة الإعلام، وإن لو شي ما بيصوروا هكذا كل ساعة. وانت يا فندم كنت تدفن شهداء أنا في ليلة ظلم سكتة، وانت مقبول ودمعتك بتقدر دم، احنا دارين ودموع الأمهات بتقدر دم. اليوم الأيتام بيقولوا لك طالبونا بمحاكمة حق 41 شهيد، احنا نطالبك عشرات الآلاف من الشهداء في 94 وفي حرب صعدة، والآن الذي بيقتلون في صعدة بالأسر الآن الحوثي بيفعل الألغام للبيوت بينفذها بالأطفال بالكل، هذا من حاكمهم؟ من حاكمهم؟ من المسؤول عنهم؟ اضرب بيد من حديد، اضرب بيد من حديد، لا تخافش منهم، لا الله أبوهم يصيروا مليون اثنين ثلاثة، طز طز. أنا أكرر أسألك بالله وبكتاب الله وبجاء الله عندك، إذا فلت الشعب هذا أو تنازلت عنه كافي لنا قلق، إحنا بنركض إحنا قلقين وكم هنا قلقين، لا تفلتناش، لكن لا تفلتناش. سيد الرئيس